ونحن بدنا كل هالشباب أما كل هالناس اللي عندهم شوية خبرة بمجال الأعمال يحلموا، بدنا إياهم يحلموا عن شركة هني بدهم يأسسوها ويخلقوا فرص عمل بالمنطقة، مش بس يعني بلبنان، بالخليج، بشمال أفريقيا، بكل هالمناطق اللي نحن منحب نجيب خبرة لهالمناطق تنخلص فرص عمل بالبلاد العربية. بدنا إياهم يحلموا والباقي علينا، يعني يفكروا بهيك فكرة صغيرة حلمين هني يأسسوها، يبعثوا هالفكرة للـ MIT Business Plan Competition للـ MIT Enterprise Forum، هي بتنظمها على الويب سايت تبعنا mitarabcompetition.com. من خلال مراحل المسابقة اللي نحن بننظمها هالفكرة، فكرة العمل البسيطة بتتطور لمشروع عمل ولشركة. وفينا أعطيك مثل شركات بلشوا بفكرة عمل كتير بسيطة وتحولوا إلى شركات يعني هلأ بتوظف فوق 50 شخص، مثلاً حياتي هيلث كير اللي نجحت فازت بالمسابقة 2008-2009 سنة الماضية، مسابقة MIT Arab Competition. وحياتي هيلث كير بتحل مشكلة كتير مهمة بالعالم العربي، إنه اللي عنده مشاكل صحية قليل تلاقي إنشورنس، شركة تأمين تقبل تأمنه من بعد هالمشكلة الصحية. فحياتي هيلث كير بيأمنوا هالأشخاص اللي من بعد ذبحة قلبية، أما مشكلة سرطان، أما هيك مشاكل كبيرة ما عاد تتأمنهم الشركة، هي بتعطي مجال لهالأشخاص يتأمنوا من خلالها. بقى بدأوا بفكرة بسيطة ومن خلال مراحل مسابقة أفضل خطة عمل صاروا شركة تأسست بالإمارات واليوم عندهم فوق 50 موظف.